السلام عليكم مشاهدينا، كديرين لاباس عليكم بخير. اليوم ان شاء الله احنا غادي نشارك معكم واحد الغداء اللي غادي نطيبوه برا. عندنا الجو زوين، شحال هادي ما عندنا الشتاء والغمام وداك الشيء. ان شاء الله اليوم بانت عندنا الشميشه وخرجنا. ان شاء الله غنشارك معكم الطويجين اللي غنطيبو على الفخار، غتقدمو معكم خالتي. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم احنا جينا شويه الحريره داكشي اللي دوزنا في رمضان. اليوم احنا جينا معاكم غادي نديروا لكم طويجين بالخضره هنا في الطبيعه على الهواء الطلق. انا جيت جلست هنايا تحت السوريزه، عندي واحد السوريزه زوين داير عليها باغاسول، وانا جيت دابا غادي نصاوب معكم هاد الطويجين البلدي الزوين اللي محبوب عند المغاربه جميعا. غادي نقدموه للاخوان والاخوات اللي ما كاينينش في المغرب وما كيعرفوش هاد الوصفات. انا غدا نشارك معكم هاد الوصفه التقليديه المغربيه 100%. انا درت هنا اللحم والبصله، سيبت شويه ليقامة، عندي هنا الكركمه والملح، شويه ديال الملح وشويه ديال الهريسه وشويه ديال التحميره. هاد الشيء ما كاين في هاد الشيء. دابا غدا نبدا معكم درت البصله والحيمات. دابا غدا نقطع معكم هاد الفليفله اللي كتطلق شويه، خاصها تكون هكا لتحت باش تطلق الماء، هي تطلق الماء لهاد الطاجين، ان الطاجين ما كنديروش فيه حنا بزاف الماء. وغادي تتابعونا تشوفوا هاد الطاجين راه كيجي زوين، خصوصا الدول العربيه اللي ما كيديروش الطاجين كيصبعوا بالطاجين المغربي، وكاين اللي ما يعرفوش. انا جيت نشاركوا معكم على هواء الطلق، وغادي يجي بنين، كيجي رائع وكيجي زوين وصحي بزاف هاد الاكله في هاد الطاجين ديال الطين اللي كنطيبوه على الفاخر ديريكت، كيجينا بنين وزوين. هنا عندي الفلفلات، هنا شنو غادا ندير؟ غادا ندير الدنجال، تا هو راه صحي هاد الدنجال وكيجي زوين تا هو في هاد الطاجين. وكي نقدمو مع شويه ديال لي سلطات. كيجي صحي سيختو على الفاخر. صوتي شويه الفاخره سعيده باش يلهب. هذاك راه كيطير شفتي، راه شاعل البنات حيت كاينه الشمس، مع الضوء ديال الشمس ما كيبانش مزيان، ملي عافية شاعله. شوفوا البنات هادو، كنا شريناهم من واحد المكازا زوينين غير ب 99 سنتيم، والله حتى احسن من الرابوز كيديروا البرد مزيان. ان شاء الله هذيك المكازا غادي نشاركوها معكم، كيجيبوا شي حوايج واعرين ورخاص وفيها من كل شيء. ناو الفخر ديالنا راه كي طيب. انا البنات دابا غندير شويه د زيت العود، حيت ما درتش زيت العود، درت غير شويه د ليقامة لتحت هاد الزويته. ايوا دابا غادا نقفل بهاد البطاطات، كيقول لك سدي على الخضر بهاد البطاطات، زعما بحال هكا كتسدي باش الطواجن كلهم، الطواجن الزوينين الواعرين كتكون فيهم هكايا، تسدي عليه بالبطاطا باش هاد الخضر تقعد زعما بحال هكا. هنا شنو عندي؟ عندي الفول وعندي جلبانه خضرين، فيلات زوينين هادو خضرين، انا نفسخاهم لراسي الا ما طرطقوش ليا الطاجين. دابا الفاخر الفاخر سمعوا الزوا، هذيك الفريخات كيغوتو حتى هما يا فرحانين. سمعي انا زويناتهم دايرين سميتها يلاه شكرناها شكرناها، بدات تهرب علينا عرفتي اش دازت علينا بالشتاوات هاد الايامات الله يستر. لا فرونس ديما الشتا، ديما البرد ديما الشتا، الله يحن علينا ندخلوا لبلادنا كاع ناقص، متنا بالشتا ومتنا بالبرد. بزاف البلاد راه باغيين الشتا وحنا باغيين. وكنقول ليها والله الا انا كنشوفها كنقول لها سيري للمغرب، ولكن
ما كتسمعش حتى المغرب سبات في هذا العام زوين الشتاء راه قال لك جاهم الصيف وجاهم داك الشيء زوين هاي خليو لينا الزروعات يخليو لينا الشعير انا عزيز عليا المحراش كنبغي ندير المحراش هاي خليو لينا شويه ديال الشعير وديال المحراش باش نديرو المحراش انتما شوفوا هاد الطويجين كيف دايره البنات البنات والولاد اللي شاف لي الشاف اللي كيبغيو يديروا الطويجنات مغربيين ها هما كنرحب بكم جميعا اخواني واخواتي المسلمين والمسلمات في كل دول ها انتم هذا راه درتو لكم اللي ما سيعرفش الطاجين المغربي راه هو هذا الفري طاجين مغربي هو هذا كيتصاوب بالخضار بحال هكا هذا هو الكزبر هذا الكزبر هو الكوريوند هذا هذا زوين كيعطي البنه لواحد الطاجين من داك الشيء هذا ندير ليه بحال هكا وغادي نخليو هاد الطويجين ديالنا يطيب على الهواء الطلق ايوا صافي هو هذا غادي يجي لذيذ وبنين يوري دابا غادي نشوف هاد الملك هادو اش كيديروا هذا خصنا شويه د الماء شي نزيد شويه د الماء باقي شي نزيد شويه د شويه طويجين ريحته راه واعره ثم خالتي خبات واحد جوج بطاطات مشات دير الماء انا غادي نزيدهم له هنا مبغاتش تزيدهم انا غنخزنهم لا لا ما عاقتش بهم علي محبي البطاطس شو شاطره دي من البال ولا لا قالت لك بركه بطاطا ايه راه الريحه طالعه تصوروا البنات الريحه جمعت لي هاد الفوازان توعي هاد لي كوار اللي ساكنين حدا انا جاوي طلو راه نقولوا راسنا فهاديك سميتها اوريكا اوريكا والله الا الطويجين ديال اوريكا اليوم هانت شحال لذيذ وشحال زوين وكاينه واحد الكوريه حدايا جايه كطل قالت لي ساسون بون قلت لها راه الطاجين دوريكا اليوم حداك كيطيب وهاد الحاره اللي ما ننساوهاش شوفوا شحال زوينه حنا غادي نحطوها هنا ودابا غادي نسدو عليه ونخليوه يطيب على خاطره غنمشيو حنا نقضيو شغلنا نرجعو نلقاو طاب الا ما جاتش راه داك سهل العيله العيله ما جاتش تعك نلعب اختي طاجين ها هادي اللي كنصطو بها شحال زوينه شتي ما شريناش جوج انا خدت وحده وانتي وحده اجي نقول لك هادي راه دابا هاد البرد اللي غادي يوقح لينا الطاجين لا لا صافي نخليوه دابا يطيب ان شاء الله لا يطيب غادي نرجعوا معاكم شحال هما ليا لما جات الشي راه هنا راه حتى كتقلب حتى حنا دابا غادي شويه يهبط شويه رجعي معاهم سعيده باش تشوفي ملي غادي يهبط مشاهدينا انا رجعت معكم غادي نشوفوا الطاجين ديالنا كي ولا حلينا هاد هانتوما شتي كيفاش كيغلي يعني الفويخرات راه دايرين خدمتهم عطي واحد الريحه طالعه منه ما نقولش لكم كيفاش دايره مشاهيتكم فيه هاد راه كلشيكم وهاد الطواجن ديال الفاخركم واحد اخر كيجيو سبحان الله لذاد ومازال بالخضار صحيه وكلشي حمدوكو غير هاد لاصيص على الملح شوفوا راه شفتوا خالتي شحال دارت ديال الماء حد شويه باش خلطات لي هذيك العطريه شوفوا دابا شحال طلقات الخضره ديال الماء تبارك الله كيطيب في الماء ديالو الطاجين هانتوما الفويخرات شاعلين مع الشمس الطاجين ديالنا كيغلي ان شاء الله ملي غيطيب غنرجعو معاكم مشاهدينا حنا رجعنا معاكم ميطاب لينا الطويجين ديالنا قلت لكم جرائغ وخاتر ها هو باقي بتخانو باقي بهذا سخون ولذيذ
وعرفتي نشف وتلصق وجا زوين، جا لاصوص ديالو ملصق، ما نقولش لكم كيفاش جا، اسمحوا لينا نشهيناكم فيه. هانتوما جا رائع بزاف، وما على الفاخر الريحة ديال الفاخر سبحان الله طالعة منه. درنا معاه تشلادة مغربية بالبصلة حارة وبصلة خضارية ومطيشة. نتمنى انه يعجبكم. الخبز رافقنا بهذا الخبز، هذا خبز كومبان، وهذا الخبز زوين، هذا فن، هذا الخبز بالجنجلان والبافو شي زوين. هذا نتمنى ان الغداء ديالنا يروقكم، ونتمنى انكم تعتمدوا بحال هاد الطواجن بالخضار، كيجيو زوينين باللحم ولا حتى بلا لحم ان شاء الله. خاتي غتشاركم معكم، راه كيجيو نفس اللذه ونفس كل شيء، ماشي بالضروره يكون فيهم اللحم، كيجيو رائعين طيبين على الفاخر على خاطرهم، كيجيو شاربين وزوينين، الخضره كطيب في الماء ديالها. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو، خليو لنا تعليق محفز، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم. خالتي السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ها الطاجين بلدي وعلى الهواء الطلق، وما نكذبش عليكم راه غزال وغزاله البنات، وصحي ومفيد بالخضار طريه. ونتمنى تبعوا ديما هاد الطواجن، تبقاو طيبوهم بحال هكا، راهم زوينين وصحيين، الدراري يتعلموا ياكلوا الخضار. وسمحوا لينا بزاف، وكنسلم كل شيء على البنات وعلى الاولاد اللي كيدخلوا عندنا وكيخليو لينا البصمه ديالهم في القناه، كنشكروهم كاملين، ونتمنى لهم الصحه والعافيه، وسمحوا لينا بزاف وبزاف وشكرا. البنات البطاطات اللي زدت رطاب وخالتي ما عاقتش فيهم، زدت لك البطاطات. وما تنساوش لايك بنات، احنا رجعنا معكم، حتى قطعنا وداك الشيء، ولكن قلنا غنوريكم واحد بريري درناه، بقى لينا المجمر، بقى فيه تبارك الله هذاك الجمر زاهر احمر، بقى طلع منه السخونيه، وحنا درنا عليه الماء تطاب. ودابا درت غير اتاي، هانتوما اتاي حبوب والزعتر، اتاي حبوب والزعتر كيجي زوين. هذا هو الديسير البلدي، الديسير ديال الطاجين، عتير ديجا باقي ما تشهرش، طالعه الريحه تبارك الله ديال الزعتر فنه. ان شاء الله نكملوا البريري ديالنا ونوريو لكم كيفاش جا مشهر. ها انتما البنات، البريري جاي، وكل ما جمر شوفوا كيفاش ولا برماد، ما عليه طالع. وشوفوا البنات هاد الرزه اللي طالعه في هاد الكاس ديال تاع اتاي، اتا الخضر والزعتر، واعره البنات، ما تنساوش الهضم بعد الماكله هاد البراد ديال اتاي بالزعتر وباتاي الخضر، راه كيجي زوين وكيهضم، وخصوصا طيب على الفاخر. اسمحوا لينا البنات، حنا واخا في الغربه راه حنا متبعين معاكم البريريد ومجمر والرزه ديال اتاي، غزال والطواجن وكل شيء، ما تخافوش علينا. الله يلا على الزينات، والله يعطيك الصحه سعيده، شحرتيه واعر. والفاخر كيصرع اتاي جا زوين. غنوريو البنات هذا الكويز ديال اتاي، شاركنا معاكم وبالصحه والراحه، وسمحوا لينا ونشكروا الاخوان والاخوات اللي ما كينساوناش، ودعمونا مزيان البنات والولاد باللايك، ودعمونا معاكم ونشكركم بزاف. ها سعيده غتكمل معاكم على هذا اتاي. نتمنى يعجبكم البريد ديالنا المتواضع الزوين، نقولش لكم كيفاش جاي، وما تنساوش لايك وبارطاجيو الفيديو، شكرا بزاف، وان شاء الله الى فيديو قادم باذن الله. وهذا البراد هديه كاع اللي كيبغيو اتاي، خصوصا الدراري خوتي والواليد كيموت على اتاي. تاع عمر تشحيره واعره بالفخر. والمهدي يلاه تهلاو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.